وبالحديث عن ليبيا تحديدا، ما هو حجم الأزمة ولو عندك بالأحداث يعني أرقام؟ أهلا بك وأهلا بالمشاهدين الكرام. طبعا أزمة مرض الليشمانية هي ليست وليدة اللحظة في ليبيا. المرض الليشمانية هو متوطن في ليبيا منذ سنين عدة. لعل آخر إحصائية أو إحصائية لترصد هذا المرض المبكر في سنة 2018 في ديسمبر، وصلت عدد حالات المرض الليشمانية أو الإصابة بمرض الليشمانية إلى 3000. لعل تعزى هذه الرقم المهول أو الكبير نتيجة لقوة نظام الترصد الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية خلال سنة 2017-2018، والذي أدى أو وصل إلى أكثر من 120 موقع على مستوى ليبيا يرصدون هذا المرض. المرض الليشمانيا هو طبعا هو عبارة عن ثلاث أنواع من أو ثلاث أشكال للمرض. في ليبيا يتمركز محورين أو مشكلتين رئيسيتين، وهو مرض الجلدي الذي يتركز في الغرب الليبي، وكذلك المرض الليشمانيا اللي هو فيزيرال أو الليشمانيا الحشوية في الشرق الليبي. طيب، معدل إصابات مرض الإصابة بالجلدي هو أكثر في الغرب الليبي طبعا. طيب دكتور أحمد، هل من الممكن أن نصف مرض الليشمانيا اليوم بالوباء، وهل تتوفر لديكم أمصال أو تطعيمات لعلاج هذا المرض؟ طبعا لا تستطيع ان يعني توصفه بانه وباء، لانه هو مرض مستوطن في ليبيا ينتشر في بعض الاحيان. مثلا في 2006 انتشر هذا المرض، ولعل خلال سنه 2018 و2019 نتيجه الى زياده عدد نزوح الحالات التي اكثر من 217,000 حاله او 17,000 نازح على مستوى ليبيا، وكذلك الهجره غير الشرعيه التي قد تصل إلى نصف مليون مهاجر غير شرعي في ليبيا. لعل هذا يعزى إلى انتشار هذا المرض، وكذلك غياب السلطات أو غياب القوة الرادعة لانتقال هذا المرض من خلال إما ذبابة الرمل أو عن طريق الأماكن التي تكون حاوية لمثل هذه الأمراض. حوالي 60 عائل هو لهذا المرض، من هذا العائل هو الإنسان. فهناك عوائل أخرى منها أجرذان البرية وغيرها من الحيوانات الأليفة التي ممكن أن تكون حاملة إلى مثل هذا المرض. دكتور أحمد، بالحديث عن يعني أماكن الصراع تحديدا، وليبيا شهدت مؤخرا صراع مسلح، ما هي التحديات التي واجهتكم كأطباء لمواجهة هذا المرض، وهل هناك ربما جهود أممية لاحتواء هذه الأزمة؟ طبعا أهم التحديات التي واجهتها بعثة الأمم المتحدة وبالخصوص منظمة الصحة العالمية هو الجانب المالي، لأن كما تعرفون أن مثل هذه الأمراض في ليبيا هي عبارة عن لا تباع هذه الأمصال في 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 السوق المحلية، إنما هو نحن نلجأ إلى السوق العالمية لشراء الأمراض أو علاج الليشمانيا اللي هو جلوتامتمايد أو بنتوستان. ووردت منظمة الصحة العالمية آخر شحنة التي تقارب حوالي 4000 علاج خلال يناير 2019. هذه تعتبر الدفعة الثالثة لمنظمة الصحة العالمية التي تشرف على توريدها إلى ليبيا ولمستحقينها، سواء كان في تورغة أو سواء في كافة أنحاء ليبيا. لعل جدير بالذكر أن هناك كانت مشكلة في تدريب العناصر الطبية. لجأت منظمة الصحة العالمية لتدريب ما يقارب عن 11 عنصر لعلاج الاكتشاف الحالات أولا ثم علاجها، وكذلك أطقم طبية التي قد تصل إلى 20 طاقم طبي تشمل كافة المنطقة الغربية والشرقية، بالأخص المناطق التي ينتشر فيها هذا المرض مثل تورغة أو مقيمات النازحين في المنطقة الشرقية. طيب، هل ترى أنه التوعية بما أن هذا مرض معدي يعني لها الدور الأهم في تقليص العدوى، أم أن هناك ضرورة لتحسين البنية التحتية أولاً؟ لو نظرنا إلى موضوع التوعية، هو ممكن استهداف شريحتين من المجتمع، وهما اللي هو صناع القرار وكذلك شريحة المواطنين.
المواطنين يجب أن يعرفوا، ولعل نتيجة لانتشار هذا المرض في الإعلام وخاصة الإعلام الليبي قد غطى هذا الموضوع بكفاية، فدراية بكيفية انتقال هذا المرض هي معروفة على لكل الليبيين حاليا على أعتقد. لكن أما بالنسبة لصناع القرار فإن هناك رسائل واضحة من خلال التقارير التي نتجت عن طريق جهاز الترصد التي تشرف منظمة الصحة عليه في منذ 2016، زيادة معدلات هذه الحالات مما زاد الوعي عند المسؤولين في الدولة الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحلول دون انتشار. نعم دكتور أحمد، بحديثك عن صناع القرار يعني في ظل المشاكل السياسية الدائرة، هل هناك جهود أو خطة لمقاومة الذباب تحديدا والقوارض المتسببة في انتشار هذا المرض؟ هناك مكاتب تتبع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تتابع هذا الموضوع مع صناع القرار الليبيين سواء في الشرق الليبي أو في الغرب الليبي، ولعل هناك جهود ملحوظة لكن ما زالت تنقصها الدعم اللازم لتنفيذه على أرض الواقع، لكن هناك مساعي وهناك متابعة إلى هذا الموضوع. المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور أحمد العليقي، شكرا جزيلا لك.